لا احسن لاعب مش من عندنا. لا انا عندي راي تاني. انا يعني ليه ملاحظه على اصلا اللجنه الفنيه اللي بتختار من اول البطوله. انت عارف مره في مباراه تونس كانت مباراه تونس وانجولا على ما اعتقد اختاروا على ما اعتقد الخزري او يعني مش فاكر الاسم وهبه. حتى الناس استغربت ازاي ده مكان بعيد جدا عن مستوى. ففي اختيارات يعني عموما. انا كنت ساعتها بمناسبه الكلام اللي بتتكلم فيه ده كنا قاعدين مجموعه من اللعيبه الجيل بتاعنا يعني كنا قاعدين بنتفرج على الماتش ده او على ماتش تونس يعني ساعتها فقاعدين بنتفرج على الماتش فكلنا ايه رايكم في اسامه حسني مثلا فكله قال لك ايه اسامه ده اسوأ لاعب النهارده فلعب ماتش احسن لاعب يعني بجد مش هزار لا يعني كنا بنتكلم بجد عايزين نعرف بقى مين افضل لاعب من وجهه نظر من وجهه نظرنا السبعه اللي قاعدين وكل واحد قال رايه طب احنا اخترنا افضل لاعب طب اسوأ لاعب قال لك هو فلان طلع احسن لاعب طلع احسن لاعب امال الراجل حاول تجيبوا لنا كابتن شطه رئيس اللجنه الفنيه الراجل الونجليفت بتاع نتكلم معاه في هذا الموضوع الراجل اللي عدى من الونجليفت اللي عدى ثلاث اربع مرات واللي شاط في اول هاف تايم ست سبع كور على الشناوي الراجل ده بتاع اوغندا وعشان اتغلب ما يبقاش من شريف كان ممكن يحجبه الجايزه النهارده النهارده مفيش جايزه غير جايزه النهارده كان يحجبه الجايزه جايزه صلاح الفرديه يعني لو عايزين النهارده يقولوا اي حاجه لا مش من صراحة مش من عندنا كان عنده ثبات النهارده مش من عندنا الحقيقه عنده هدوء في الشوط الاول تصدى لكم كره فيها خطوره يعني قدر والله انا ليا راي في الموضوع ده يعني احنا لو الاداء اللي شفناه النهارده والماتشين اللي فاتوا بس بالنتائج دي يضمنوا ان احنا ناخد البطوله احنا موافقين انما انت لغايه دلوقتي بالاداء ده مع الفرق دي برضو الناس كسبانه ثلاث ماتشات ومش مبسوطه وقلقانه يعني انت بتروح لا مش مبسوطه مبسوطين لكن قلقانين مبسوطين بالمكسب مظبوط وبالعلامه الكامله تسعه في المجموع بس انت مش مبسوط على اداء فرقتك انت بتحب تتفرج على المغرب بتحب تتفرج على الجزائر بتحب تتفرج صح. على السنغال على مالي انما في الماتش بتاعك انت بتتفرج عشان بلدك وعايز المنتخب انما مفيش متعه الاداء مفيش اي حاجه شايفينها وبعدين انا عايز يعني اقول بس كلمه الشكل اختلف اجيري عن كوبر ايه ايش اللي اتضاف على الفرقه انا اقول لك انا كنت متخيل انا كنت مثلا شايف خفير اجيري وحضرتك كابتن شريف وكابتن اسامه برضو يعني قولوا لي رايكم في هذا الموضوع انا كنت شايف ان هيكتور كوبر كان له شكل بمعنى ايه بمعنى ان هيكتور كوبر كان بيدافع مثلا وهو ده منظم بقى هو ده كده هو ده امكانياتي ووضعي هو ده اللي انا بلعب بيه الشكل اللي انا بلعب بيه كان واضح على صحيح لكن انت وحد اعتقد اسامه او كابتن شريف مش فاكر مين اللي قال لي على هذا الموضوع تحديدا ان يعني احنا دلوقتي مش عارفين هل احنا بنضغط اسامه تقريبا اللي قاعد بيقول لي يعني ممكن نضغط من قدام يعني ممكن تقول اللي انت مفيش شكل بص يا كابتن اسلام خلينا ناخد النهارده المباراه يعني في المكسب والفرحه النهارده ونربي